السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في قناه شهيوات سليمه. اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الحلوه بسيطه وسريعه التحضير والاهم في المتناول، جد اقتصاديه. نبغيو ناخذ شي كويس ديال اتاي او كويس ديال القهوه، نقلبوا على شي مكونات اللي متوفر عندنا في الدار كيف قلت في المتناول. بسم الله على بركه الله، غادي نحتاجوا ليها نص كاس ديال زيت نباتيه، ونص كاس ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، حبه واحده ديال البيض، معلقه كبيره ديال الزبده عندي هنايا ديال العلبه تكون لينه، وعندي هنايا هذا المكون اللي هو الكوك، واحد جوج معلقات ديال الكوك كنحمرهم وكنطحنهم. هنا كيعطيونا واحد المذاق وقرمشه في الداخل ديال الحلوه كتجي ممتازه، ونغيروا شويه من دوك النكهات الاصطناعيه نديروا شي حاجه اللي هي طبيعيه. عندي هنايا واحد المعلقه ديال المربى، وعندي ساشيه اولا عندي هنا بصراحه غير نص ديال ساشيه ديال السكر المنسم بالفاني، ممكن نحكو قشره ديال الحامضه ما توفرتش ليا. وعندي هنايا نص خماره، يعني نص ديال هاد الخماره ديال 7 غرام تقريبا، واحد 3 و 3 ونص. عندي بيضه واحده، قبيصه ديال الملحه ما ذكرتهاش باش ما ننساهاش، غادي نجيبها هنايا هي الاولى. بسم الله نحطها على جنب، دائما كنوازنوا بها الذوق. عندي سكر سنيده، وعندنا الزيت، وعندنا الزبده. يعني قلت سريعه، وانا غنحاول نكون سريعه باش نوجدها دغيا. بسم الله غادي ندير يديا بحال هكا، نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. هما الاولين كيف قلت الزبده، عندي بوماد مخرجها من الثلاجه من قبل، غادي نضيف ليها هاد المعلقه ديال المربى، نحاول نحلو بيديا. نضيف هاد كيف قلت عندي هنايا غير نص ديال هاد الساشيه ديال الفاني، ولا كان الحامض اولا برتقال. هنايا عندي هاد الكوك محمر ومطحون كيعطيها واحد المذاق رائع. انا بصراحه غندير تحدي ديال انني نوجد هاد الحلوه في وقت قياسي، لانني ما كنبغيش ناخد حلوه ديال يعني كنشريوها على برا، ممكن نتشهى شي حاجه ديال الباتيسري يعني شي حاجه اخرى، ولكن شي حاجه دوازاتي اخر حاجه نفكر فيها هي انني نمشي نشريها. وحتى نتوما ان شاء الله غادي توجدوها بسرعه تلقاو باش دوزو كويس ديال اتاي. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، تقريبا غتهز ليا بين واحد جوج كيسان. ما ننساش الخماره، عندي هنايا غير نص خماره ماشي خماره كامله، كنحاول نفرغها هنايا. نص خماره، غادي نبدا نبقى نضيف الدقيق حتى تشوف ونحصل على الكثافه اللي خاص تكون في هذه الحلوه، ونوريها لكم. انني نوريكم الفكره اللي غادي ندير، نتوما ديروا اي طابع بغيتو. كنجيب كويرات من العجينه وكنديرهم في هاد السكر سنيده او سكر حبيبات، وكنجيبوا هاد الطابع كيف قلت كنديروه في شويه ديال الدقيق باش ما يلصقش، وكنحطو على هاد الشكل. كنفضل انكم ديروها فوق شي طاوه ولا في يعني البلاصه اللي كتخدموا فيها فوق رخامه ولا فوق العجنتوها في القصريه، لانها ما كتعاودش تلصق، ما تتعاودش ترجع لهذا للطابع. هاد الفكره كنتمنى انكم تجربوها، عاد هزوهم بحال هكا ديروهم في الطاوه. هذا هو الشكل ديال الحلوه اللي صايبنا مع بعضياتنا، تجي على هذا الشكل، هذا كتجي ممتازه. شوفوا معايا، غادي ناخذ واحد الطاوه نفرش ليها ورق الطبخ. بالنسبه لي انا غادي نفرش ليها ورق الطبخ، ممكن غير ترشوها بشويه ديال الدقيق وتحطوها وقبل ما ندخلوها الفران. كنجيب اي حاجه، عندي شي يعني شي شيتا ولا اي حاجه، وكنجي وكنبقى نوسع ليها هاد الحفره هذه بحال هكا بهذه الطريقه هذه،
وغادي ندخلها طيب في الفران عادي، يسخن الفران هو الاولاني، ومنين طيب الطياب العادي دائما كنحاولوا نخليو الحلوة طيب طياب زوين تكون بيضة، ونتلاقاو ان شاء الله في التزيين ديالها بعد ما تطيب. انا غادي نهزهم دابا ونديرهم في الطاوة، ندخلهم يطيبوا في الفران ونتلاقاو. يعني كنحاول نوسع هاد الحفرة هادي اللي كاينة في الوسط ديال الحلوة. الحلوة ديالنا هي هذه، بعد ما طابت اللون ديالها كيجي على هذا الشكل هذا، لان دايرين فيها هذاك الكوك محمر كيجيب ليها هذا اللون، هذا لونها ذهبي. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا خديت شويه ديال المربى سائل وضفت ليه شويه ديال هذه النكهه هذا ديال الفريز، كتعطيه باش نغير له شويه اللون، وكنديرهم على البوطه كنبقى نديهم ونجيبهم حتى كيعقدوا شويه. كيبقى لكم الاختيار، ممكن ديروه ممكن ما ديروهش. شكل اخر، منين كنساليو الحلوه وهي قبل ما تطيب ممكن نديرو كوكو، يعني الفول السوداني بقشورو كنديروه في وسط من ديك الحفره بلا ما كنوسعو ليها هنايا وكندخلوه يطيب بيها. انا فضلت ندير له شويه ديال المربى، كنغليه شويه باش يعقد ويقصح منين نحطو بهذا الشكل. كي قلت التزيين كيبقى اختياري ماشي ضروري، مهم انا عطيتكم غير الفكره ديال اننا نوجدوا حلوه اولا دوا زيتي فواحد الوقت قياسي، وشي حاجه اللي هي بسيطه اللي متوفر عندنا في التزيين نديروه. هنايا كنهرس هاد لي زاموند افيلي بيديا غير بحال هكا، وكنحطهم على هذا الشكل. الا عندنا شويه ديال الكاوكاو مهرمش نديروه، انا هذا اللي توفر ليا، كيجيو على هذا الشكل. انا غادي نكملهم كاملين ان شاء الله ونتلاقاو في الشكل النهائي باش نوريها لكم كيفاش كتكون من الداخل. الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا تجي على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا مكونات بسيطه، في نفس الوقت حنا درنا واحد الطبسيل كيجي راقي وهماوي، مكونات في المتناول راكم شفتوهم معايا. هذا هو الشكل ديالها بعد التزيين، كيبقى التزيين اختياري. غادي نقطع لكم واحد يعني هاد الحبه باش تشوفوها كيفاش كتكون. شوفوا معايا، كنتمنى تشوف تكون حتى من الداخل كتكون كي كنقول مرمله، اللي كيبغي الحلوه تكون مرمله هي هذه، هذا هو التعبير الصحيح اللي غادي نعطي عليها. كتجي ممتازه، شي حاجه اللي هي دياريه. انا هنايا يعني بالموازات كنت كنصايب فهاد غريبه، وفي نفس الوقت كنصايب المسمن، هذا الملوي حنا كنسميوه الملوي، هو هذا كيجي ممتاز. الى عجبتكم الفكره انني نصايب معكم هذا الملوي هذا بالدقيق القمح الكامل، انا عندي نجبدها شوفوا معايا كيفاش كيكون. الى عجبتكم الفكره انني نتقاسمها معكم خليوه لي في التعاليق، انا غير صايبته النيت اللي غادي نحطوه دابا وقلت نشارك معكم علاش لا. الى بغيتوه خليوه لي في التعاليق ان شاء الله، وانا غادي نخدمه معكم بكل فرح. كيف ديما الى عجبتكم الحلقه ديال هذا النهار او الوصفه ديال هذا النهار ما تردوش تخليو ليا لايك للتشجيع، ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. خليت لكم الراحه، في امان الله.